العربية وحدانا شبية والعنظيمة العربية وشاركة في الجريمة وشاركة في الجريمة وسفينة استقبلتها وسفينة استقبلتها وسفينة استقبلتها وسفينة استقبلتها والله لا قفرتها والله لا قفرتها والله لا قفرتها وسفينة استقبلتها تحية عالية لساكنة الطنجاوية التي لبت هذا النداء، نداء الشرف من أجل المشاركة في هذه الوقفة التنديدية الاستنكارية ضد السفينة الصهيونية التي رست في ميناء طنجة المتوسطي للمرة الثانية. نحن كساكنة طنجة لا يمكن، نقولها للعالم وخصوصا لأهلنا في غزة ولكل من يتابعنا منذ بداية الطوفان إلى اليوم، لن نقبل بأن نكون شركاء في الجريمة، لن نقبل أن نكون شركاء في حرب الإبادة الجماعية ضد غزة. وبالتالي هذه الوقفة هي رفضا لهذا الإجراء والسماح لهذه السفينة بأن تطأ ميناءنا، ميناء طنجة المتوسطي. المغرب عبر تاريخه دائما كان منحازا وواقفا أمام مع فلسطين ومع المقاومة ومع حق الشعب الفلسطيني، لكن اليوم يبدو أن التوجه تغير، لا يمكن أن نسمح بأن نكون ضد فلسطين وضد المقاومة وضد غزة. نحن نطالب السلطات المغربية من هذا المنبر ومن هذا المكان بأن تتوقف السماح لهذه السفن بأن ترسو في موانئنا، لنكون على الأقل مثل إسبانيا التي رفضت هذه السفينة بأن تطأ موانئها.